معنا للمزيد حول هذا الموضوع موفد ميديا ان تي في محمد الشنتوف من الرباط، اهلا بك معنا. بدايه، ما هي ابرز الملفات المطروحه على طاوله النقاش؟ تحية طيبة لك زميلتي كلثوم، وتحية طيبة لمشاهدينا الكرام. أكيد هذا الموعد موعد كبير يؤكد مرة أخرى على ريادة المملكة المغربية في استقبال مختلف التظاهرات العالمية. نتحدث هنا عن تظاهرة لها علاقة بالمجال الفلاحي والزراعي بطبيعة الحال، 49 وفدا مشاركا في هذه التظاهرة، 36 منها برئاسة مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء إفريقيا. نتحدث هنا إذن عن تبادل المعرفة والخبرات والتجارب، نتحدث كذلك عن مجموعة من الورش. قبل قليل كانت هناك يعني ورشات شارك فيها وزير الفلاحة المغربي وكذلك مجموعة من الخبراء من إفريقيا. في كلمة رئيس المنظمة أكد على أن بإمكان إفريقيا أن تستفيد من التجربة المغربية في هذا الإطار، وخاصة فيما يرتبط بالمجال الرقمي. طيب، من أبرز محطات هذا المؤتمر مناقشة الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة ما بين 2022 و2031، يعني محمد لو تحدثنا أكثر عن أولويات وأهداف هذه الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية زميلتي كلثوم تعتبر من أهم الاستراتيجيات في المجال الزراعي والفلاحي. نتحدث قبل قليل كان هناك حديث لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتحدث عن تجربة المغرب في هذا الإطار، نتحدث عن تجربة الانتقال من المغرب الأخضر ثم الاستراتيجية الآن المتواجدة وهي استراتيجية الجيل الأخضر. كل هذه الاستراتيجيات هي تتفاعل مع هذه الاستراتيجية الجديدة التي يمكن أن نعتبرها خارطة طريق تروم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء أولا على الفقر ثم القضاء على الجوع. رئيس المنظمة العالمية تحدث على أن هناك ما يزيد عن مليار، يعني مليار مواطن في إفريقيا لا زال يعاني من الجوع، وبالتالي هذه الاستراتيجية سوف تساعد على الحد من هذه الآفة والتحول نحو منظومات غذائية وزراعية أكثر نجاعة وشمولا ومرونة واستدامة، من أجل إنتاج وتغذية أفضل للجميع. وبالتالي هذه الاستراتيجية هدفها الأساسي هو يعني أن نحد من ظاهرة الجوع في إفريقيا، وأن نبحث عن طرق جديدة من أجل أن تكون هناك نجاعة أكبر لمختلف طيب ما يرتبط بالمجال الزراعي. كما قلت في مستهل حديثك، هذا اللقاء هو أيضا فرصة لعرض تجربة المغرب في هذا المجال، يعني من خلال المداخلات ما موقع المغرب في إفريقيا في مجال الأغذية والزراعة؟ هنا استحضر زميلتي كلثوم ما قاله رئيس المنظمة العالمية، حيث تحدث على أنه يعني حسب كلامه قال نحن بإمكاننا أن نستفيد من التجربة المغربية. وعندما نتحدث عن التجربة المغربية في هذا المجال نتحدث عن هذا الانتقال إلى المجال الرقمي، ويمكن أن نقول لأنه أبرز العناوين في المداخلات كان هو الانتقال إلى ما يسمى بالزراعة الرقمية، الفلاحة الرقمية، استعمال كذلك الوسائل الرقمية في تسويق كل ما له علاقة بالفلاحة والزراعة. والمغرب في هذا المجال الرقمي خطى خطوات كبيرة. المغرب لا نتحدث فقط عن وزارة الفلاحة، ولكن توجه بصفة عامة، يعني توجه دولة، نتحدث عن المغرب الرقمي طبعا بقيادة جلالة الملك محمد السادس. إذن المجال الرقمي هو أبرز النقاط الأساسية التي أشاد بها مختلف المتدخلون، إلى جانب كذلك ما يرتبط باستراتيجيات المغرب في الاستفادة من المياه ومواجهة الجفاف، كذلك ترشيد استعمال المياه، سياسة واضح. السدود التي انطلقت مع يعني مع صاحب الجلالة الراحل الملك محمد الحسن الثاني عفوا، ثم ما نقوم به الآن في السنوات الأخيرة في هذا الإطار. شكرا لك على كل هذه المعطيات.